Rakan. It starts off by saying that there's an update from an expert data miner that will from user Cyber Rakan. Hello, assalamu alaikum. Ahlan Mahdi. وأهلاً سبكو بالله إذا يعني منطقت اسمك كويس أو شيء طبعاً الكلام لأي أحد حاول تكتب اسمك أو تصحح لي يعني ونعم لكن ما أتوقع أني بتذكر اسمك يعني إلا إذا بتدخل كثير بحفظ اسمك لكن نعم يا فهد منور أتمنى أني أقدر أكبر الحروف لكن مدري شلون مدري وش كاتب أنت جيمرز الظاهر بس انك اخطات بالكتابة يا هلا اوكي لعبت هيلو شوف انا عندي هيلو كولكشن شريتها قبل سنة كذا تعرف متى؟ والله اتذكر بديت العبها اول ما بدأ الحجر يعني في نفس اليوم اللي انا لعبت فيه اللعبة بدأ الحجر وكنت ناوي والله يعني اخذ الحجر كله هيلو ما القصة ما شدتني طبعا لعبت بترتيب الزمني ما لعبت بترتيب الاطلاق يعني اتوقع اني كنت لاعب بيكول قبل ما العب اول جزء نزل اللعبة وقفت لكن شفت مقاطع الألعاب هيلو السابقة ولعبة هيلو الجاية الأونلاين واضح إنه رهيب والظاهر إنه بيشدني أكثر من اللعبة نفسها هلا عمار أوه لا Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long, unsuccessful reign. The empire he ruled from Prague. في برنامج حق السكرين إيش كان اسمه؟ هذاك ممتاز يا رب القار. اسمه لي فيوجن. أنا عارف عارف. Okay. And his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him. The heir to the throne of the flourishing city. Wenceslas IV. لما تقول سيتي مو معناتها مدينة بحجم الرياض 7000 مرة كثير Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. تمام الحين تشوفون الظاهر أكيد.
حلو. ممتاز. فيصل على اساس تمس حقت الكومبات رجعت لأوبليفيون عشان اتاكد بالفعل طلع في حركه تعلمها من واحد من سويتها وقت من الناس بعد يطيح طيح سلاح. اوكي يا هلا زوفان بسميك اهلا. شكرا على السبسكرايب والفولو. اسمك قد مر علي ما ادري اذا انت في تويتر بس او قد مريت هنا بالديسكورد بالتويتش. اكره المشكله ذي. لحظه حق مروند ابو 8 ساعات الظاهر او 7 شفت 3 ساعات وبعدين قمت اقدم بس ما وصلت للنهايه. احب اشوف المقاطع حقت الدر سكرول كذا باليوتيوب بس اخر فتره والله وقفت. بس افضل انها تكون 20 دقيقه ساعه عادي لأن أنا واحد ما يشوف أفلام، أنا أشوف مقاطع طويلة. وأشوف المقاطع يعني أحياناً يفاجئني بمعلومة يمكن ما أعرف عنها مرات، بس في الغالب كذا أحب أسمعها حتى لو أنا عارف الكلام بالضبط، حتى لو الفيديو هذا نسخ لصق من فيديو نزل قبل سنتين، لو نفس صاحب المقطع نزل فيديو جديد عن أوبليفيون وحرفياً كان نسخ الكلام السابق برضه ما عندي مشكلة أحب أشوف يعني أحد يتكلم عن اللعبة اللي أحبها. لكن ما شفت ابو 12 ساعة صراحة، شفت الانترو وقفت. لان احس بعد مقطع مرة وانت الرجال بيخلي مقاطع طويلة وبس. طبعا بديت اللعبة وهربت من سكاليد وخلصت دفنت ابو ام هنري وعلمني بشكل مو البيك بوكيت اللوك بيكينج وخلاني اسرق من الاكسكيوشنر وسرقت منه الرينج. بدأت الخطة وش كانت؟ اني اروح اتدرب عند سير برينارد على طول، لكن طلع ما اقدر اروح عنده الا بعد ما اسوي كوستات مع هانس كيبن. فقلت يعني وش بعد بسوي الكوست هذاك ثم نبث وش بقى من القصة يعني. فقلت خلاص يعني خلنا هذا الحين بكلم بيشك خلي يعلمني بيك بوكيت اذا يمدي، بعدين على طول بندخل على اللعبه لان احس التوتوريال انا ما طيقه صراحه باي لعبه مو شرط كينجدم كوم. مترو اكسدس لعبت شوي وقفت بعد. تشيرنوبل هذه ودي العبها اللي تشبه فول اوت. هو راح إذا صوت اللعبة عالية أو قصير أو صوتي عالي أو شيء بالله يعلمونا عشان أقصر عليه أو أطول ما أدري. دقيقة وش يبي بالكوست هنا؟ تكذرينج to the miller. اوكي اوكي بسوي هذا الكويست بعدين ببدا بالمين ستوري افضل.
البيت راح تحرق اماكن الدروع والسيوف، راح احرقها ممكن، ما اتوقع تصدق. شوف اذا حسيت ان في كويست يكون صعب شوي صراحه بحرق الاماكن. هو معاي ماب لكن ماني متبعه صراحه لان تبهذلت فيه، يعني اتذكر اول كم اول خريطه نسيت كم من خريطه والله، اتوقع اول اربعه كنت ادورها كذا، بعدين جاني واحد من الشباب ما قصر يعرف اماكنها كلها وكان يعلمني وين اروح. يعني فماني مضيع وقتي عليها، يعني بغش. غط البث يا تبي تسمع السواليف وتبي تسولف وهذا، بعدين لو انك ختمتها المفروض انك جبتها. يعني ما اتذكرها بالضبط، الظاهر اني بفتح جوجل واشوف وينها بالضبط. وين الميلر ذا يا ساتر؟ كويس على الاقل فتحت مكان جديد. جوجل 5-6 والله جمعتها في يوم واحد كذا، بس في واحدة صعبة. كويس انك ذكرتني، في واحدة صعبة مرة انها عند باندت وعانيت معهم اتذكر، فما بيتبهدل مرة ثانية. الظاهر بخليها لبعدين افضل لي، يمكن اسويها بعد البث ما ادري. هو المشكلة لو انا اعرفكم يعني انتم، اذا البث اكثر من ساعتين وكان كذا بس يعني تختيم ما تقدون الاخرة يعني، فعشان كذا احب اخليه ساعتين واوقف. صراحة ودي لو تشدونها معي اقعد خمس ساعات ست ساعات. شكرا على الخمسة قفت سبس. Hail, knight! You seek my relics with a worthy heart. الحين الاشتراكات هذه ياخذها الأوفلاين والأونلاين ولا مو شرط يكون مشاهد في البث؟ Hail, knight! You seek my relics with a worthy heart. Hail, knight! You seek my relics with a worthy heart. Hail, knight! You seek my relics with a worthy heart. Evening, while there's still a bit of light, she sits down. She's quite left at it. انا ما اخذ معي اكل، دائما اعتمد على الاطباق هذه اللي هنا. You're right there. Anyway, I showed a couple of pieces she made last night. My respects to you. Donda from Tabor, the one I buy goods from. And he said right away he'll take them. And how much do I want for them? I'd like you to teach me how. Certainly. I wasn't sure Betty would even want to sell them. I'm interested. Wouldn't you rather learn the pieces? Okay. That's fine. I'd like to practice the bait. All right. يا ساتر. He's a right skin plant. And what did Betty have to say? What about you're right, as you can imagine. Even more when I told her Donda will take everything she makes. Chris. عبد الرحمن موجود بالستيم الظاهر. يب موجود بالستيم. Miller Peshek from Rathaus. حتى قبل امس كان اونلاين. Here it is. Useless fucking bauble. You must be Henry, right? Peshek told me about you. What the? Why did you throw it away? Do you know how much trouble I had to get it? Peshek said it was important to you. Like I said, it's a piece of junk. It was just a test to see if you've got the balls to work for the Miller. It's a custom of ours. Testing fledglings in the trade with a nice little wild goose chase.
We need to see if you'll be hobbled by point. قالها من زمان ترى. أتوقع هو كان يشير لأوبليفيون ترى. كان بتكون مور هارد كور يعني أكثر من فول أوت فور سكايرم. ما أتوقع بيكون يعني كذا الهارد كور الصعب هذاك. يعني ما أتوقع بيكون هارد كور لأن ستارفيلد زي ما تقول لازم تكسب أكبر عدد من المعجبين، فهي أول جزء يعني بالسلسلة. أتوقع يقدر يخاطر بأنه يخلي اللعبة مثلاً والله كلاسيك آر بي جي كذا يعني هارد كور مع إلدر سكرول 6، لأن هذيك بتبيع مهما كانت سيئة مهما كانت كويسة. فهمت؟ أتوقع يعني زي ما تقول يعني بيحط الجراوند في ستارفيلد، وبالدر 6 عاد بتشوف الشكل النهائي اللي تود يعني يفكر فيه كار بي جي. الحين المشكلة الار بي جي يعني صعب يعني ما لها يعني شو اقول لك مقياسها بالنسبة للشخص يعني. فالحين الناس تقول لك ويتش ار بي جي، او يقول لك اكشن ار بي جي. هي ما هي ار بي جي بس هي اكشن ار بي جي. طيب ترى ديابلو تتصنف اكشن ار بي جي، يعني تبي تقنعني ان ويتشر بنفس مقياس ديابلو؟ لا طبعا. فمن يحدد ار بي جي الحين؟ انا عندي مقياس اللي هي بعض الالعاب اخذها كمقياس لهالشيء، زي داغر فول، زي بالدرز جيت، زي ديابلو، زي الدر سكرولز بشكل عام. هنا اسميها ار بي جي. فالحين زي ما قلت ار بي جي ما عاد هو يعني بالنسبة للشخص كيف يشوف كل شيء ار بي جي حرفيا. تعريف الار بي جي بالضبط هاي ريسك هاي ريورد. فعلا عشان كذا موروينت ناجحة، الاستوديو اعطى كل ما عنده، خلاص اخر لعبة عندي انا بأسوي اكثر شيء افكر انه كويس، والنتيجة موروينت. What am I to do with these things I pilfer? Buying and selling, not that I buy them. وش تعريف الار بي جي؟ ما بقول تعريف، انا بوصف لك الحين. طيب لطالما انه انا عندي كامل الحريه في يعني تحديد شخصيتي، اي مسار تتجه او اي اسلوب لعب اختار، يعني اللعبه توفر لي هالشيء، انا اسميها ار بي جي على طول يعني من دون نقاش، من دون دخول بتفاصيل. كينغدوم كوم مثلا اقدر العب ستيلث، كينغدوم كوم اقدر ما اقاتل واعتمد كل الاعتماد على اني لا اله الا الله بالمحادثات، سبيتش، ارفع سبيتش عندي، بيرسويشن، واقدر بالبيرسويشن استعمل مثلا يعني خداع، او باني اكون متعاطف مع الشخص، يعني استعمل عاطفته مثلا ضده عشان أتخطى القتال بهالطريقة. هذه RPG. أو مثلا أقدر أستعمل بو، أو أقدر مثلا أستعمل داجر يعني ستيلف وغيره أمور. أو أقدر أكون كل شيء، زي مثلا في سكايرم تقدر تصير أفضل آرشر، تقدر تصير أفضل سوردمان، تقدر تصير أفضل ميج. هذه RPG بالنسبة لي. في ناس تقول لك لا وتش RPG، أقول له لا، يقول له إنه فيه بعض المهام تعدد نهايات أو اختيارات. يعني على هذا المقياس ليش ألعاب تلتيل ما هي RPG؟ Do you need help with anything? Just in time. There is a certain matter I need resolved. لا تود يا فهد قال. To settle with the commander of the Talmberg Guard. قال. I want to get my own back. You may have heard. في إعلان E3 2018 قال our next holy franchise الظاهر. قال فرانشايز ستارفيلد عموما. إذا ما هي فرانشايز ما بيكون فيها لور. فهمت؟ وألعاب توت كلها لور. وشو اللور ده؟ هي لعبة واحدة. ما تنكسر القاعدة لا، لأن هنري يبدي يصير أي شيء. شكرا مجود. أوه نوير أعطاك. أوكي.
شكرا نايل. Satisfaction. Take at least 5 Waffen rocks to make it a proper stink. Consider it done. What am I to do with the Waffen rocks once I have them? I'll burn them to get rid of the evidence. Just. يوه يا ساتر وش يبي مني ذا؟ اوكي خلنا نقرا الشات لكم والله سولفت واجد. اوه ما شاء الله 20 منورين. شوف انا اشوف ان هذه element من elements الار بي جي راحت من كينجدم كوم مثلا. انا هنري صح، لكن يعني خلنا نفتح السكيلز. تكفى قول لي كيف ما تقول عن هذه ار بي جي؟ شوف حتى الكومبات نقسم ديفنس وارفير اكس بو ميس سورد وبالهاندز سكيلز. يعني في ويتشر ايش كان فيه؟ يعني على حد اني اتذكر كويس الكيمي كانت موجوده واتوقع هربليزم، لكن هنا عندك بيك بوكيت ريدينج ستيلث هانتينج اشياء كثير مرة. لكني اظل هنري. في ويتشر انت جيرالت، لكن جيرالت ما يستعمل الا سيلفر سورد اللي هو تو هاندد سورد. انا ما اقدر اخليه يستعمل بو، ما اقدر اخليه يستعمل ادوات ثانية. اما هنري يقدر يصير اي شيء، هذا الفرق يعني. وصح انه عذر شو اسمهم مطورين ويتشر انه جيرالت ويتشر والويتشر ما يستعمل سيلفر سورد، بس مو على حساب اللعبة يعني. في الاخير تراك تسوي لعبة، ما انت قاعد تسوي رواية، فهمت؟ يعني انا اشوف انه عذر سيء صراحة انك تقول لي انا ماني مخليه يستعمل غير سيلفر سورد لانه هو ويتشر. ما ادري يعني في سكايريم مثلا الدراغون بورد المفروض يكون نورد، لكن في سبيل الجيم بلاي وفي سبيل انها لعبه تقدر تصير دراغون بورن وكاجيت. القاعده ما تنكسر بس انها فقدت إلمنت. هذا جوابي عليك. اسمك صعب. كلنا نفس الكيرات بس مو كلنا نفس ايش الهنري. لا كلنا نفس هنري بس مو كلنا نفس الجيرات. يمكن والله سايبر بانك ما اتذكر، تدري بصراحه ما اتذكر، بس اني كتبت عنها كم تغريده وكم ثريد وتكلمت عن ذا الموضوع. لكن اللي اتذكر ان اغلب وعود اللعبه ما تحققت. سو مهمة البريست بعد ما هذا ايش كان يبي مني؟ ترى انتم ضيعتوني. لحظة ستيل at least 5 Waffen rocks from the Talenburger armor. يا ساتر. Get the keys to the Talenburger armor. لا اله الا الله، هذول يبغوني المسك. اوكي شو رأي بروح بس ما ادري يا عمار، هذا الار بي جي اللي يتكلم عنه هذا يبي يلعب لعبة الطاولة الظاهر، مو بشرط زي ما قلت الار بي جي elements، يعني مو معناته ان انا ما اقدر اسوي شخصية مع هي ار بي جي، او مثلا زي سكايرم ار بي جي مخففة. بس في ناس يعني يقول لك ايه الار بي جي يعني ما هو شيء ثابت لدرجة انه اي شيء يكون عنده ار بي جي، اي شيء حرفيا. وهنا خلاص يعني ضاع التصنيف. ولا البعض يقول لي يعني هذه حجته الضعيفه، يقول لك ويتشر بيجي لانك تلعب كجيرالت او كويتشر. طب ليش مو بانشارتد ار بي جي لاني العب في شو اسمه بطل انشارتد نسيته؟ ليش ما ماريو ار بي جي لاني العب بشخصيه اسمها ماريو؟ عليكم السلام.
مشكلة ما يجيك خيال في بداية اللعبة وده الشيء مرة سيء. تصدق 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 خلني أروح للمين ستوري أفضل. هذه وشي؟ أوكي الثانية تمام. والله لو أنمسك مرة شينة بداية اللعبة لما تنمسك مرة مرة شينة. يا هلا يا ابوي تسألوني عن الـ RPG وكأني أنا اللي صانع التصنيف يا أخوي. سولسبورني وقلت لك قلت من قبل يعني RPG فعلا يعني بالعكس وأحد أجمل الأمثلة على RPG حتى دائما أضرب بهالمثل دام فيها ستاتس تقدر تقول يعني هذه فعلا RPG. صح القلعة هنا. تخيل كينغدوم كوم لارج سيتيز. خوفك انهم لما يطورون الجرافيك للجيل الحالي بالجزء الجاي يصير استحالة انهم يبنون مدينة اكبر. On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. I must speak with Sir Radzik. He's in the palace with Sir Hanush. شوف اللي وراه. They're feasting in the night. Forward. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver. عتراني ما لعبها على أعلى resolution وعلى إعدادات. Bandits attacked me and stole it. PC. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Damn. يا أخي الزخرفة اللي على المباني هنا رهيبة. أوكي أعظم مشهد باللعبة. وين 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 روح؟ أو فوق صح؟ I made a priest out of a pig. Your graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. طبعا الكاتسينز عندي تعلق. Don't you agree? يبي لي أصلحها بعد شوي. I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Pirkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men. You here at Ratte, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. صعب على إلدر لأن أنا ما بيشوف البطل في الكاتسين. لكن ودي. I'd be honored. Pechstein is at your disposal as long as you wish. لا لا يا أخوان ما له دخل ترى. الكاتسينز عندي فيها مشكلة في شيء بالعدادات نسيت إيش كان حتى في التختيمة اللي قبل بس لما أطفي شيء بالعدادات تضبط. طبعاً راتاي باسم عائلة كيبون لكن ماتوا عائلته
فجاء شيخ النايت روبر كورفا شو اسمه هانوش يعلمه الرول شيب والأمور هذه فحقيقة تاريخية يعني في ما بعد السرادزك وهانوش يطردون هانس كيبل ويأخذون راتاي But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? اعتبروها حرقة. مالي دخل. I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Oh, gaming, and Kareem. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzi, but even you have admitted he brought it upon himself. خمسة فريم ترى شغال الكاتسين. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized like just what Hungarian order looks like. Hungarian order. What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Corva, حرفياً بكل كاتسين. Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly. This one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You have no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taumburg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. Sorry, but I had to. No, oh, there you go. When you have to, Radzik. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? بعد يو بس اللي عاجبني كيف ان الصوت مو مخرب ال I was attacked by thieves. الكاتسين. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. رهيب. Girl. The miller's daughter. كم مرة ميمتوا اللحظات هذه.
The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Well, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. One skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's tongue? أفضل مرسوم ويتشر ولا يتهيأ لي ردد بعد Be that as it may. واقعية مرة. Why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? يا أخوان. كم مدة فيلم زاك سنايدر؟ Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? أسوي له skip. So, you'd like to enter my service? Sir, I... Yes, I would. You won't regret it. I probably will. Okay. خلينا نشوف وش مشكلة التبن هذا. أول شيء نلعب اللعبة على 2K متأكد. طيب ايش هو اللي خلص انا عارف لكن بيجي كاتسين ثاني فهمت في
في شيء انا اتذكر اني سويته وصلحت المشكله هذه بس ماني عارف ايش كان. يقولون انه لازم تكون فول سكرين، توي بحثت بس هي فول سكرين يعني ما ادري وين المشكله. اطفي اللعبه واشغلها بس لحظه خلينا نشوف اللود وين كان. ترين هارد فايت ايزي، المشكله يبيني اختبر فهمت المشكله اذا بتبقى عندي ولا لا. تبغون نطفي اللعبة ونشغلها؟ أنا مشغل في سينك أطفيه يعني؟ أتذكر إلا منها تصدق؟ شكلها هي، بس أبي أختبر يا أخي المشكلة إذا باقية ولا لا. يا أبوي أبسوي لود، أبسوي لود و بعيد الكاتسين. نوير إذا طلع صح على زوفان عطنا هذا شو اسمه، عطى gifted subs سب أو عط خمسة كيف، لا مو خمسة عط واحد gifted sub. أوكي طب من وين المشكلة؟ خلينا نجرب حلك بعد. ما اتذكرها متصدق. هذول مين اللي كانوا بالجولدن ايج؟ نوزوفان. ما تخبرون متى الشتاء يا اخوان؟ مليت من الصيف. V-Sync. I have to tell you in all seriousness that this land of ours. نوزفان والله انك عمي. Deep fucking shit. Don't you agree? I might be that as it may. طالع اليوم رحت الحلاق. العصر بعد. والله كان حر. ليش قصدك لو تطلع كل زق يا اخوي؟ ترى اللور بيرد حياه. الليل لا والله ما اطلع الليل. تستهبل يمديني؟ يمديني الحين؟ كفو كفو والله.
الحين يمديني اركز معاكم بالشات ف سولفوا زي ما تبون. عندي باقي تقاتل طول ال كم دقيقة الجاية. دائما احب لما ابدا كينجدم كم ارفع عندي السكيلز للشورت سورد على ليفل 8 9 قبل ما ابدا العب اللعبة يعني. لان يا اخي في فايتات رهيبة تصير لك من الكوستات وتحاول يعني تتهرب منها وتعاني فيها فما لها داعي. فحب اكون مستعد لها يعني. في كوست اكره في اللعبة مرة مرة ما طيقة. كوست الخيول اللي كان فيه اللي في المدينة ميرهويد الظاهر تحترق. واحد ثاني اكره ذيك الكوستات مرة. تقتل مين بالضبط؟ هيا انا اسوي كذا. اي يا اخي حتى يبيلك ترفع الستيلث يا اخي ما هي بسهلة فهمت؟ اتذكر جت موجة برد قبل كم اسبوع والله العظيم اني كنت قاعد كذا نفس وضعي حاليا شوي امسك الكيبورد والقاه ثلج مو ثلج لكن بارد عن العادة. حسبت الشتاء جاء بس ما ادري ايش فيها كانت كذا الجو كان ما اعرف قريب. وين برينارد؟ هو موجود الظهر المفروض. خاف انتظر يوم كامل لازم. لا اتذكر الفجر ما يكون موجود لكن ممكن لما عدى الظهر خلاص ما عاد يجي. صح عليك. لكن كوست البابا ودي ما اسويها المرة لاني ابي هنري يصير فيرجن. ابي اطلع الاتشيفمنت حق فيرجن. فشلون اعديه؟ اخرب الكوست يعني واسويه بطريقة ثانية ولا يمديني انجح في الكوست واسويه بطريقة ثانية؟ ديتيل ما اتوقع بيقول لي. ما قال لي ما يقول لي متى بس الظاهر الفجر. دام انه مو موجود الحين اكيد بيجي الفجر يعني او بوقت ثاني. فخلني اروح هنا واقدم الوقت وانام. تقدر ما تشرب معاه تسوي الكويست بطريقة ثانية في المحادثة يعني ولا اني ما اذكر. God be with you. What am I to do with these things? Buying is not that I. So if someone that's the. يو ابي ابيع لك طيب. I've got some goods here. All right. في كم ستولن جودز وانا بنشوف لو وصلنا. اذا طلعت لي في المحادثة خيار اني اقدر اتجنب اني اشرب معه يكون كويس.
في كوست ثاني او من المين ستوري لازم انام مع واحدة او شيء ذكروني. اتذكر حق تالنبرغ لكنه مو مين ستوري ذاك، فيمديك تتخطى وتخلص اللعبة، بس ذاك الكوست كان رهيب، فكرته كويسة. احب ان اللعبة مستعملة اغلب الالمنتس في العالم وصانع منها كوست، يعني عندك الابي او المونستري، وعندك الخياطين، وعندك الابوت، والاشياء اللي بالمونستري نفسها، وايش بعد الاكسكيوشنر، يعني اشياء موجودة في زي ما تقول باي مكان اوروبا في العصور الوسطى، استغل يعني تفاصيل صغيره زي كذا. وعندك الالكيمي ومدري ايش، يعني مثلا لو نروح عند لعبه ار بي جي، خلينا نقول مثلا ويتشر، ما بتلقى كويست عند واحد بالمحكمه، ما بيسوون هالشيء، بيسوون كذا شيء سوبر ناتشرال منه كويست. بعد مهمه الانكويزيشن اسطوريه حقت الانكويزيتور بدي ال سي حق يوهانكا، ذاك الكوست لاين عظيم، والفيجنز اللي كانت تشوفها من شو يسمونها، شو يقولون لها، سانت ماري، كانت اسطورية. اعتذر ما فهمت نظام الكم. كم دقيقة، متأكد هنري كان 15؟ هو كان مراهق لكن ما اتوقع 15، ولا ترى ما استبعد، انا اتذكر اني سمعت انه صغير بس ما اتذكر كم. الكيمستري يا اخوي، هذا اختصارات الجامعه، كم ومدري ايش، والله سهله تصدق اني افهم 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 لها اكثر من حقه الدر سكرولز. من زين الليجل جارديان اللي بعد كم سنة بيطرده من مدينته وياخذها. اخوي 15 ذا بعير، اكبر مني. بعدين مخلينا 15 ويمديه يمارس مع شخصيات في اللعبة. غريبة مقلبوا عليهم من الاندستري. هذه كويسة، اوكي شت، ما قريتها كلها. carrying dead unconscious bodies won't cost any stamina and they won't burden you only have as much. Blocking an opponent strike with your shield will cost you. أنا ما استعمل shield. Shield لازم ولا حتى لو كان sword. أنا بعض الأحيان الأشياء هذه ما تكون دقيقة يعني. Grave digger أو شيء. هي أولى لكن ودي أحتفظ بال. ما أتذكر إذا في quest يحتاج إني أشيل جثة على الأقل قريب. فالظاهر اني بستعملها بشيء ثاني في وقت اخر افضل لي. speech final offer when your trader loses patience with you during haggling
You get one more chance to make another offer. Increase your speech level by 3 when talking to nobles and wealthy people. You cannot have lower perk. شو رايكم؟ ما اتذكر مين بنقابل اكثر، اتوقع لو بورن لانهم اللي يبيعون وكذا. بس الجاردز المفروض انهم يكونون من الهاي بورن.